انضم الينا من كنتاكي استاذ العلوم السياسيه والعضو في الحزب الجمهوري احسان الخطيب. اهلا بك معنا استاذ الخطيب. اذا اختيار او ترشيح ترامب عن الحزب الجمهوري كان منتظرا، ولكن اختيار جي دي فانس ليخوض السباق عن منصب نائب الرئيس، هل مع انتقادات بايدن طبعا، هل هذا يدل على محاولة ترامب لإعادة الولاية التي خسرها في سباق 2020؟ طبعا تحياتي اولا. هذا الرجل يعني يمثل ذات التفكير عند ترامب، الشعبويه، التفكير الاقتصادي، العولمه، محاربه العولمه كيف تؤثر على المنطقه، اوهايو، بنسلفانيا، ويسكونسن، هذه الولايات التي تاثرت بمغادره الصناعه من امريكا ومنافسه بقيه العالم مع العامل الامريكي. يعني اليوم الحزب الجمهوري يعني غريب، هو اصبح حزب الشعبوي، حزب العمال، يعني هو الذي ينادي بحقوق العمال وان العولمه تؤثر عليهم. والحزب الديمقراطي يستقطب اصحاب المليارات الاغنياء الذين اصبحوا اثرياء في هذا الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفه. السيليكون فالي هو إلى جانب الحزب الديمقراطي، ولذلك وسائل التواصل الاجتماعي تعاونت مع الحزب الديمقراطي ضد الجمهوريين. يقول جو بايدن أو يتساءل حول ما إذا كانت حادثة محاولة أو إطلاق النار على الرئيس السابق ترامب ستغير مسار الانتخابات الرئاسية. ما هو تعليقك؟ ما هو رأيك؟ شوف المراقبين يعني شبه اجماع ان المعركه انتهت وحسمت لصالح ترامب. لماذا؟ لسبب بسيط، يعني ظهر هذا الرجل كقائد بعد ان اصيب بهذه الرصاصه، وقف، رفع يده وتكلم بقوه مع مناصريه وجاوبوه، قال لهم فايت فايت فايت، وقالوا لهم يو اس اي يو اس اي، يعني منظر هوليوود، يعني كانه فيلم هوليوود. يعني لو كان واحد يريد ان يعمل فيلم من هوليوود ما بيعمل اجمل من هذا الاداء. هذا الرجل عبقري، هذا الرجل سريع البديهه، استطاع انتهاز الفرصه لكي يعمل حدث انتخابي. اضافه الى ان مشكلتهم، نعود الى مشكله بايدن. بايدن مشكله كبيره، يعني 42% من الناخبين الديمقراطيين لا يريدون بايدن، و35% من الشعب الامريكي فقط موافقين على اداء بايدن. بايدن في مشكله كبيره وعلامات الخطر تظهر للديمقراطيين، ولكنهم كانت خطتهم، استراتيجيتهم الانتخابيه هي شيطنه ترامب، لذلك كانوا يقولون كل شيء فيها خطر على الديمقراطيه، هتلر فاشي، دكتاتور يريد تحطيم الولايات المتحده، وادى هذا التشجيش يعني الى محاوله قتل هذا الرجل. لذلك هم اليوم في مأزق، يجب تغيير هذا الخطاب، يبدو انهم يريدون تغيير هذا الخطاب، ولكن يعود الموضوع انه عندهم مرشح ضعيف، وهذا المرشح بالمقابل اقوى منه بكثير. وحضرتك عضو في الحزب الجمهوري، إن كانت الصورة واضحة كما ذكرت بمحاولة استمالة ترامب للناخب الأمريكي عن طريق الاستعطاف أو التظلم كما كأدائه في لدى محاولة أو إطلاق النار عليه، هل يؤمن أعضاء الحزب الجمهوري كافة بالمرشح ترامب لهذا الحد؟ أليس هناك خيارات أخرى؟ كان هناك انقسام، يعني كان هناك فئة صغيرة بعتقد ومهمة، يعني لا تريد ترامب، يعني الجمهوريين التقليديين ما زالوا لا يحبون ترامب، ولكن ما حصل هو أن الديمقراطيين استفزوهم، يعني كان هناك استفزاز من الحزب الديمقراطي واستخدام جميع الوسائل لمنع هذا الرجل من ان يكون مترشحا، ولذلك هو استفز القبليه يمكن نقول عند الجمهوريين، يعني لما حاولوا عزله وهو غادر البيت الابيض يقولوا لماذا لنمنعه ان يترشح مره اخرى؟ لماذا تمنعه؟ ما هناك ديمقراطيه، اذا اراده الامريكيين ينتخبوه. حاولوا يعني يريدون منعه من الترشح، لذلك حاولوا عزله بعد ان غادر البيت الابيض وفشلوا في ذلك، وبعدها استعملوا القانون كالسلاح، يعني يقولوا لا احد فوق القانون. طيب ملف قضيه الملفات، المدعي العام قال انه بايدن هو كبير بالعمر وذاكرته ضعيفه لذلك لن اوجه له تهم جنائيه. حاولوا
عشرات التهم لتراب، هذا استفز القاعدة الجمهورية ودفعها للتمسك به، لو نعم لم يفعلوا ذلك ربما كان وضع أصعب ترامب اليوم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية والعضو في الحزب الجمهوري إحسان الخطيب، شكرا جزيلا لك.